أعلنت قوات العمالقة التابعة للجيش الوطني عن إحرازها تقدما في عملية أطلقتها بدعم من التحالف العربي جنوب ميناء الحديدة. وأكد المكتب الإعلامي لقوات العمالقة أنها تمكنت من تطهير وادي العقوم ووادي المشاقنة وقرية الجريبة السفلى وقرية الجريبة العليا ووادي الزعفران في مديرية الدرهمي جنوبي الميناء الاستراتيجي الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي. وأشار أن قوات الجيش بدعم من التحالف تتقدم باتجاه منطقة كيلو 16 استراتيجي في ضواحي الحديدة، ويكبد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. عثرت قوات التشكيل البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة على زورق عائم مفخخ تابع للحوثيين بالقرب من جزيرة الفشت الآهلة بالسكان شمالي غرب محافظة حجة. وقال مصدر عسكري بالتشكيل البحري إن الزورق المفخخ عثرت عليه إحدى دوريات التشكيل البحري قبل أن ينفجر ويجري التعامل معه من قبل الفرق الهندسية العسكرية التابعة للتشكيل البحري. وأوضح أن الزورق المذكور يتم التحكم به عن بعد عبر جهاز GPS وعلى متنه مواد شديدة الانفجار مثبتة داخل صناديق خشبية موزعة في أجزاء متفرقة بالزورق. وأكد المصدر العسكري أن هذه الوسائل الإجرامية تستخدمها الميليشيات الإنقلابية لاستهداف حياة الصيادين وسكان الجزر البحرية وكذا تهديد خط الملاحة الدولي. دمرت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات لميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء. وقال القيادي الميداني في جبهة الملاجم العقيد أحمد بحيبح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن طيران التحالف العربي استهدف طقمين كانا يحملان تعزيزات للميليشيا الحوثية في مفرق البياض بجبهة الملاجم محافظة البيضاء، وأسفرت الغارات عن تدميرهما ومصرع جميع من كانوا على متنها. وأضاف العقيد بحيبح أن دبابة الجيش الوطني دمرت طقما يحمل مدفعية تابعة للميليشيات ومصرع جميع طاقمها بذات المنطقة. إلى ذلك لقي أربعة من عناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية مصرعهما بنيران أبطال الجيش الوطني أثناء محاولتهما التسلل إلى مواقع الجيش الوطني بجبهة الملاجم. استشهدت امرأتين وأربعة أطفال وأصيبت ثلاث نساء وطفلين بجروح مختلفة في انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الإنقلابية غرب محافظة الجوف. وذكر مصدر محلي إن انفجار لغم أودى بحياة امرأتين وأربعة أطفال وأصيبت ثلاث نساء وطفلين أثناء عودتهم على متن سيارة خاصة إلى قريتهم بمنطقة معيمرة بمديرية متون غرب محافظة الجوف. وأشار المصدر إلى أن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى بينهم حالات حرجة ومتوسطة.